أهلا بكم إلى موجز من الأنباء. تتواصل في تونس المشاورات داخل الأحزاب والتكتلات السياسية لاتخاذ قرار نهائي بشأن مسألة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وكان الرئيس التونسي بالوكالة فؤاد المبزع والوزير التونسي الأول محمد الغنوشي قد استقالا من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا، في خطوة تهدف لتلبية مطالب أحزاب المعارضة وزعماء النقابات. وقد تجددت المظاهرات في العاصمة التونسية ومدن أخرى للاحتجاج على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي أعلنها الوزير الأول المكلف محمد الغنوشي قبل يومين، حيث يرفض المتظاهرون إشراك حزب التجمع الدستوري الحاكم سابقا. في غضون ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة في تونس تقود إلى إجراء انتخابات ذات مصداقية في وقت مناسب. بدأت في شرم الشيخ بمصر أعمال القمة العربية الاقتصادية والتنموية الاجتماعية الثانية، وتهدف القمة إلى مناقشة سبل الارتقاء بالتعاون العربي في المجال الاقتصادي، غير أن عددا من القضايا السياسية فرضت نفسها على جدول الأعمال، لا سيما الأوضاع في تونس ولبنان. قال مصدر أمني عراقي إن 12 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 50 آخرين في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة استهدف مقرا للشرطة في بعقوبة في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد. كما قالت الشرطة إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرون في هجوم انتحاري آخر استهدف موكب زوار شيعة بشمال غرب بعقوبة. قال مراسل الجزيرة في أفغانستان إن 13 مدنيا قتلوا في انفجار عبوة ناسفة بمديرية خوش أمند في ولاية باكتيكا بشرق أفغانستان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.